الفيديو ده من الفيديوهات اللي انا قعدت وقت طويل بصراحة مش عارف اخد قرار، هل فعلا اعمل الفيديو ولا ما اعملوش. طبعا في كومنتات كتيرة جدا كانت بتجيني حلل شخصية وائل غنيم. وائل غنيم بصراحة من الشخصيات المثيرة للجدل فعليا. لو لاحظت هتلاقي وائل غنيم في الاول كان ليه شكل معين، ودلوقتي هتلاقي ليه شكل تاني. الاول خالص لو انت ما تعرفنيش، انا اسمي هادي جنيدي، انا محلل شخصيات عن طريق علم اسمه علم الفراسة. علم الفراسة باختصار شديد هو انك تقدر تحلل شخصية اي بني ادم في الدنيا عن طريق شكل وشه. تقدر تسيرش براحتك طبعا على جوجل او على اليوتيوب، هتلاقي في حاجات كتيرة بتتكلم على الكلام ده. مش هضيع وقت الفيديو في حاجة زي كده، ولكن شخصية وائل غنيم هتلاقي ايام الثورة كان بالمنظر ده، وبعد الثورة اللي هو حاليا دلوقتي هتلاقي شكله بالمنظر ده. الشكلين دول معناهم ان الشخصيتين دول مختلفين. طبعا مش معنى كده ان الراجل دوت عنده انفصام في الشخصية ولا حاجة، لا لا خالص. ما هو انا شكلي اهو ده شكل الاولاني، ودلوقتي ده شكل اللي هو اللي انا بكلمك بيه حاليا. فطبيعي اي بني ادم، احنا اتفقنا قبل كده في الفيديوهات وعملت الكلام ده عملي عليا انا شخصيا، ان الصفات بتاعته بتتغير بناء على المواقف والاحداث اللي بتحصل، وبناء على ان الصفات بتاعت الشخص بتتغير، فبالتالي شكل ملامح الوجه كمان بتتغير. طيب مش هنطول في الفيديو اكتر من كده، وندخل على تحليل شخصية وائل غنيم. بس اعذروني الفيديو ده هيبقى مختلف شوية. شخصية وائل غنيم عندها خصوصية عالية، فعشان كده انا اعتذر ان انا مش هقدر ان انا اجيب صورة لي وهبتدي اشرح عليها زي معظم الفيديوهات بتاعتي. وبسبب الخصوصية دي انا احب اقول لوائل غنيم نفسه لو فرضا ان هو اتفرج على الفيديو ده، وانا استبعد، يعني هو قناته كبيرة جدا بسم الله ما شاء الله، ولكن لو حابب في اي وقت ان انا امسح الفيديو دوت ايا كان المشاهدات اللي فيه، انا ما عنديش مشكلة في حاجة زي كده. وعلى فكرة ده لاي حد في الدنيا انا حللته قبل كده او هحلله فيما بعد. فمعلش انا هتعبكم معايا شوية، هتدخل على البوستس اللي هي بتاعت اليوتيوب هتلاقيني عامل بوست لصورة وائل غنيم اللي هي ايام ثورة 25 يناير، وهتلاقيني عامل صورة لي بالوضع بتاعه دلوقتي او بشخصيته دلوقتي. فوانا بشرح، لو انت مهتم يعني بعلم الفراسة خلي الصورتين دول قدامك وانا بشرح عليهم. فلو انت مهتم تعرف شخصية وائل غنيم، ومهتم تحديدا تعرف الفرق الشاسع اللي حصل بين الشخصيتين، تابع الفيديو ده لغايه الاخر. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت ما تنساش لايكاتك المتينه، ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، وطبعا ما تنساش ان انت تصلي على النبي. ويلا بينا. اول حاجه هتلاقيها في شخصيه وائل غنيم الاولانيه، احنا دلوقتي هنحلل الشخصيه اللي هي كانت ايام ثوره 25 يناير. في الوقت ده هو كان شغال في شركة جوجل وكان بيتقاضى أجر كبير، دي المعلومة اللي أنا أعرفها عنه في الوقت ده. أولا هتلاقي العين عنده هي كانت مستقيمة من أسفل ومن فوق، يعني إلى حد ما مدورة. فأنا أقدر أقول إن الشخص ده كان بيهتم بمصلحته، ولكن مش بالقدر اللي هو ممكن يخليه إن هو يجي على الناس والكلام ده، لا ما كانش بيفكر بالطريقة دي إطلاقا، ولكن كان شخص بيهتم بمصلحته، ودي حاجة عادية تخلي أي شخص في الدنيا يكون ناجح. الحاجة التانية هتلاقي الجبهة عنده جبهة مدورة. انا في الاول همسك السمات وبعد كده هديلكوا الشخصية النهائية هتكون شكلها عامل ازاي. الجبهة بتاعته مدورة، فبالتالي الشخص دوت بيحب عيلته، ما بيحبش التغيير. فكرة ان هو بيكون شغال في شغلانة معينة ما بيحبش ان هو يغيرها ويتنقل لكذا شغلانة، ما بيحبش التغيير عموما. يعني حتى مثلا لو النوع ده من الناس عنده موبايل من الموبايلات، حتى لو هيجيب الموبايل اللي احدث في يوم من الايام علشان هو محتاج ده، ركز معايا في الحتة دي، في الحالة دي هيجيب نفس نوع الموبايل. لكن هو لو مش محتاج ده عمره ما هيغير الموبايل، يعني ما عندوش فكرة ان هو يقعد يغير موبايل كل شوية حتى من خلال المنظرة، لا الفكر ده مش موجود عنده. النقطة التانية هتلاقي ان الودان عنده اللي هي بالمنظر ده كده، واحنا عارفين الودان دي شرحناها كتير جدا. الشخص ده بيعرف يعمل فلوس كويس جدا لانه عنده استقلالية في المبادئ وعنده استقلالية في التفكير، بيفكر بطريقة مختلفة عن الناس. لو جينا بصينا عنده على الحواجب هتلاقي فيه جزء من الاخلاص وجزء من المكر الخفيف. جزء الاخلاص في ان هو لما بيكون شغال فأي حاجة كمشاعريا، أنا هربط كل حاجة ببعض بس اصبروا عليها شوية. لغاية دلوقتي كسمة دي، السمة دي معناها إن هتلاقي الحاجب خفيف كده من بره، فبالتالي الشخص ده بيكون عنده إخلاص في العمل لغاية دلوقتي. طيب بالمناسبة الإطار بتاع الوجه بتاع وائل يعتبر اللي هو الوجه اللي هو الدلو. كمان هتلاحظ في الحواجب برضو إن الحواجب مستقيمة، فبالتالي الشخص ده مش بسهولة بيعرف يوصل المعلومات للناس، يعني البادي لانجوج بتاعه اللي قدامه ما يقدرش يفهم منه بسهولة،
هو عايز يقول ايه. ما تحكمش عليه دلوقتي لان الشخصية دي مش يعني شخصية معقدة شوية في تحليلها، فما تستنتجش اي حاجة لغاية ما خلص. العين عموما تعتبر عند ضيقة، فبالتالي هو شخص حذر لا يتقبل النقد، شخص شكاك، حتى المشاعر عنده انتقائية، شخص يعتبر ما بيتكلمش كتير بسبب الشفايف الفوقانية واللي تحت رفيعين، الدقن مستقيمة من اسفل، فبالتالي اقدر عليه اقول انه شخص مشاكس. تمام. طيب الخلاصة بتاعت الشخصية دي ان الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه في الوقت ده كان ذكي جدا ومقبل على الحياة، كمان الجبهة عنده عالية مع الجبهة البيضاوية، ويعتبر ان هو كمان شخص سريع التعلم. وعلى فكرة وجه الدلو ده عموما دايما بيتقال على الوجه ده انه وطني، الوجه الوحيد في شكل الاوجه، الوجه المربع والمستطيل والمثلث، الوجه الدلو الوحيد هو اللي انا ينفع اقول عليه وطني، لان كان في ناس بتشكك ان هو تبع اجندة تاني ولا حاجة زي كده. لا، انا اؤكد لك ان الشخص ده ما كانش شغال لحساب اي دولة تاني، حتى لو انت معترض على ثورة 25 يناير او ايا كان مفيش مشاكل، ده فكرك وهو كان فكره في الوقت ده اللي بيعمله صح. لكن اللي انا بتكلم فيه ان هو من جواه لا كان عايز الافضل لدولته، فاهم الفكرة؟ طيب النوع ده من الناس بيحب ان هو يفكر في المستقبل كويس كتير جدا، يعني تفكيره في المستقبل عالي جدا اكتر من تفكيره في الماضي، فبالتالي النوع ده من الناس بيحب المدح جدا. يعني لو انت عايز تتعامل مع وجدي غنيم، مع وائل غنيم، لو قعدت تمدحه ده هيخليه انه يحبك جدا ويحترمك جدا، يعني حاجة زي كده بتبسطه قوي، يعني لانه بيحس ان في حد بيقدر المشاعر بتاعته او بيقدر شغله او بيقدر تعبه. عشان كده النوعية دي من الناس لما بتشتغل مع الاجانب بيرتاح جدا عن الشغل مع المصريين، لان للأسف الاجانب لانهم بلا عاطفة فبيعرف يقدر كويس قوي الشغل اللي بإخلاص عن الشغل اللي مش بإخلاص، اللي هو شغل الكرواتة. طيب النوعية دي كمان بتحب الاستقرار، فكرة ان هو يسافر اي دولة او غير دولته يعني او بلده، الكلام ده لا ما بيفكرش هو بالطريقة دي خالص، هو بيحب الاستقرار جدا، لان هو زي ما اتفقنا هو بيحب عيلته جدا فبيحب يكون مرتبط بيها. من ضمن الحاجات برضو اللي موجودة عنده ان هو لا يثق في الاخرين بسهولة. من ضمن الحاجات اللي بتكون مع وجه الدلو ان هو اي حد بيتعامل معاه عاطفيا للأسف الشخص التاني بيعتقد ان العلاقة دي هتكون فاشلة، لان هو ما بيبقاش فاهم ايه اللي في دماغ الشخص ده. قبل ما ندخل على الشخصية التانية مهم جدا النقطة دي، من صفات وائل غنيم برضو لان العقلية دي، يعني بصوا احنا بنتكلم دلوقتي عن عقلية مختلفة شوية، فبالتالي النوعية دي لما بتتجوز او بتدخل في علاقة عاطفية الشخص اللي معاه زي ما اتفقنا ما بيفهمش ايه اللي بيدور في تفكيره، ده بسبب ان عقليته بتكون اعلى شوية فبالتالي التصرفات بتاعته بتكون مختلفة. علشان كده النوعية دي من الناس زي ما اتفقنا في الحجب المستقيم لما بيكون عند الشخصية دي تحديدا اللي قدامه ما بيبقاش فاهم هو عايز ايه، هو بيتكلم. عارفين مثلا سورة محمود ياسين، عارفين مثلا دكتور مصطفى محمود الله يرحمه، النوعيات دي بالظبط نفس التفكير بتاع وائل غنيم. حتى هتلاقي الوجهين دول على فكرة اللي هم وجهين الدلو، ووائل غنيم بالشخصية دي لما يكون الدقن عنده مستقيم من اسفل الشخص ده انا ينفع ان انا اقول عليه شخص مشاكس، ولكن بالعقلية دي ما ينفعش مشاكس من غير معلومات، فبالتالي انا اؤكد ان الشخص ده في الوقت ده كان بيقرأ كتير جدا، شخص مطلع ومثقف، يعني دماغ عالية من الاخر يعني. طيب دي الشخصية الاولانية، ندخل على الشخصية التانية ونشوف مدى الاختلاف الشاسع اللي احنا شايفينه بعينينا في الفيديوهات. طيب الشخصية بتاعت دلوقتي اختلفت خالص، حتى شكل الوجه كمان اختلف. اولا الوجه دلوقتي بقى وجه مثلث، ومن صفات الوجه المثلث ان هو شخص بيكون سريع جدا، شخص بيكون منظم. كمان من ضمن صفات الوجه المثلث اللي هي الأساسية ان الشخص ده بيفتقد للعملية والواقعية، وعلشان كده النوع ده من الناس بيحاول يكون وصولي انتهازي. ولكن اللي انا بتكلم عليه دلوقتي شخص مثلث صريح، هنا برضو يعني في شوية حاجات شوية، ده غير ان في بواقي من الشخصية اللي قبل كده، فهنا القصة يعني تعالوا بس نكمل تحليل ونشوف ايه الدنيا. اولا الشخصية دي ما عندهاش اي مشكلة، هتلاقي المسافة بين الانف والشفايف الفوقانية هتلاقي حجمها كبير شوية، فبالتالي الشخص ده ما عندوش اي مشكلة ان هو يسخر من نفسه. خلي بالك المنظر ده اختلف تماما عن الصورة اللي في الشخصية الاولانية، فبالتالي النوع ده من الناس ما عندوش مشكلة ان هو ينتقد،
وثانية واحدة هنا، عشان في ناس انا بقول عليها التحليل ده، ففي بعض الناس بتقول لي لا بس على فكرة انت غلطان في التحليل، فلان الفلاني لما حد بيشتمه بيرد عليه. بص يا صديقي العزيز، فكرة ان الشخص ينتقد، ان هو بيتقبل النقد، ان هو ما عندوش مشكلة ان حد ينتقده، بس يعني اكيد لو حد شتمه اكيد هيرد عليه، اكيد لو حد انتقده برضه ان هو هيرد عليه. الفكرة في حتة تقبل النقد ان هو ما عندوش مشكلة في ان ده يحصل لهدف معين هو عايز يحققه، ولكن الرد من عدمه يعني دي حاجة بديهية يعني. فبالتالي هو هنا يعني وائل غنيم تحول للشخصية دي. لو بصيت برضو على العين تقريبا هي العين بتاعة المرة اللي فاتت، ولكن هنا في اختلاف بسيط حصل، ان العين هتلاقيها بقت اوسع شوية، وده ان دل يدل على الصراحة الزيادة. فهو وائل دلوقتي بقت حتة الصراحة، يعني في الاول هو كان شخص حذر بيقدر الناس شوية، فبالتالي الشخص الحذر عارف اللي هو ايه، ما ينفعش يقول كلمة مثلا ممكن ان هي تزعل شخص منه او حاجة زي كده. لا، هنا هو تحول لشخص صريح، ويمكن العين عنده يعني الصراحة وصلت ان هي يعني ايه، انا اسف يعني يا وائل لو انت بتتفرج على الفيديو ده، بس فكرة الصراحة هنا وصلت ان هي ممكن تبقى وقاحة يعني من الصراحة الزيادة. لكن ده مع تقبل النقد انا بصراحة بيعجبني. ليه بقى؟ يعني انا حتى بلاحظ في وائل، انا شفت له حوالي 5 فيديوهات 4 فيديوهات حاجة كده يعني، واخر فيديوهين تحديدا شفتهم له اللي هو كان بيتكلم فيهم على محمد حسين يعقوب، شيخ محمد حسين يعقوب، وكان بيتكلم بيرد تقريبا على الشيخ عبد الله رشدي، وعندي تعقيب على الفيديو بتاع الشيخ محمد حسين يعقوب بس خليه في الاخر. فلاحظت حاجة، ان الشخصية دي هي ممكن تغلط مفيش اي مشكلة، مش قصدي تغلط في الناس ده العادي بتاعه دلوقتي، لا بيغلط عموما يعني، بس الميزة اللي فيه ان هو لما بيعرف ان هو غلط او بيتسئل على خطأ معين هو عمله، هو بيعترف بده وبيواجهه، ما عندوش اي مشكلة في ده. النقطة دي سببها اللي هي المسافة دي، ان هي كبيرة مع حتة الصراحة اللي موجودة عنده، وانا بصراحة بحترم النوعيات دي من الناس. طيب لو جينا بصينا على الجبهة عنده، هتلاقي الجبهة عنده قصيرة خالص، ده معناه ان هو دلوقتي بطريقة تفكيره في اي حاجة هتدخله عائد مادي، هتفرق معاه في اكل عيشه، فاهمين الفكرة؟ غير الاول يعني، الاول هو جبهته ما كانتش عالية قوي، بس واسع الثقافة، ما عندوش مشكلة ان هو ممكن يتكلم معاك في اي حاجة، اتكلم مثلا في النجوم والكواكب ما عندوش مشكلة، لكن دلوقتي لا، هو طريقة تفكيره حاليا عملية جدا. طيب لو ربطنا ده مع حتة الوجه المثلث اللي احنا اتكلمنا فيها، هو دلوقتي شخصية فعلا وصولية وانتهازية، ولكن ثانية واحدة، الفكرة في الوصولي والانتهازي هي تمشي بمعنيين. في معنى ان انا بنتهز اي حد، اي شخص ممكن ان انا اطلع على كتافه، وبطلع على كتافه فعلا وهو ما يخصنيش في اي حاجة. وائل غنيم هنا لا، الشخصية مش كده بالظبط، هو ينفع يكون انتهازي اكتر من كلمة وصولي. الفرق بينهم ان هو شخص بينتهز الفرص، خصوصا ان الحواجب عنده هتلاقيها موصولة. على فكرة يا جماعة، الشخصية دي مش بالقوة اللي انتوا شايفينها في الفيديوهات خالص، يعني الشخص ده بيجي عليه وقت بيبقى قاعد مع نفسه وبيقعد ينهار من العياط والبكاء. انا هكمل بس معلش، انا اسف، انا لاحظت بس الحتة دي ما كنتش شايفها قبل كده. الشخص اللي بتكون حواجبه موصولة بشخص بيحب ينتهز الفرص برضو، يعني دي ينفع تحطها مع الوجه المثلث، دي هتدعمها اكتر. لكن المشكلة ان الشخص ده بيهتم جدا بالسلبيات اللي بتتلخص في الاشخاص لما بيغلطوا فيك، فهمني؟ يعني مثلا لو انا في كومنت دلوقتي وحد غلط فيا، انا هتضايق جدا، بس علشان انا جبهتي ما تعتبرش اللي هي الجبهة العريضة، شخص خجول. لا، هنا بقى القصة مش كده، هنا بيفضل فاكر اسم الشخص اللي في الكومنت شتمه، والشتيمة او الغلط هنا اللي هي حاجة بتضايق يعني، فاهمين الفكرة؟ وما بيعرفش ينسى الكلام ده خالص على فكرة. يعني لو انت سألته السنة اللي فاتت في واحد شتمك قال لك ايه، ممكن يفتكره بالاسم وممكن يفتكر لك الشتيمة نفسها. فهو من النوعية يعني يعتبر يعني مشاعريا هو يعتبر حساس. ولكن لو جينا بصينا على الشعر بالمناسبة، وهدخل لكم في حتة الوصولية تاني، بس يعني هي دي جابت دي، الشعر بتاعه هتلاقيه اللي هو الشعرية السميكة مش الشعرية الخفيفة، فبالتالي هو صلب المشاعر. يعني الشخصية اللي انا بتكلم عليها حالا دلوقتي في الجملتين الاخرانيتين دول، المفروض ان هو ما يقدرش يعمل فيديوهات وما يقدرش يغلط في الناس، لان هيبقى فيه رد فعل معاكس. الفكرة ان الشخص لما بتكون شعره خشن بالمنظر ده تحديدا، لان لو زاد عن كده بيتحول لشخص سيء، المنظر اللي قدامي ده يقدر ان هو يشتغل في اي ظروف صعبة. ودلوقتي طبعا شخص زي ده
كان بياخد مرتب رهيب ايام ما كان في شركه جوجل، لغايه ان هو كمان كان عامل منتدى في الوقت ده اللي هو اعتقد كان اسمه اسلام واي، وكل ده على فكره بسبب الوطنيه وبسبب حبه للدين في الوقت ده. ما اقدرش اقول عليه دلوقتي العكس، لا انا بتكلم في الشخصيه القديمه. فبالتالي فجاه انت بقيت عايش بره دولتك وانت اصلا شخص وطني، كان متجوز وحصل مشكله بينه وبين مراته وانفصلوا، وده بسبب التفكير العالي اللي اتكلمنا عليه في الشخصيه الاولانيه. فده وضع طبيعي انه يحصل مع الشخصيه دي، النوع ده من الناس ما ينفعش يتجوز اي حد. على فكره الكلام ده حصل مع محمود ياسين وحصل مع الدكتور مصطفى محمود، لان هم نفس الشخصيه تقريبا الاولانيه. فبالتالي النوعيه دي من الناس، يعني انت متخيل طبيعي لازم يحاول ينتهز الفرص علشان يعرف يشتغل. وعلى فكره اكتر من 90% من الناس اليوتيوبر اللي عندهم قنوات ناجحه في وقت قريب، لان في ناس شغاله من 7-8 سنين فطبيعي عندهم مشتركين كتير، دول قصه تاني. لكن النوعيه اللي انا بتكلم عليها اللي جابت مشتركين بسرعه، هتلاقي الوجه بتاعها قريب جدا من الوجه المثلث، هتلاقي الودان بتاعتهم كمان الودان اللي هي اللي طالعه دي اللي هو، يعني مش عايزين نتكلم على حد، كل واحد ليه شخصيته الحره. اللي انا عايز اقوله يعني ان فكره انتهاز الفرص، فكره ان انت يكون عندك مبادئ مستقله، تفكير مستقل، كل ده علشان تنجح يعني، فما فيهاش اي مشكله. حته الخصوصيه ليه انا ما حطيتش الصور بتاعته وانا بشرح عليها، لو لاحظت هنا هتلاقي ان الودان بتاعته هتلاقيها طالعه لبره في الشخصيتين على فكره. فالنوع ده من الناس بيكون عنده خصوصيه، النوع ده من الناس على فكره بيعرف يدخر كويس جدا، بس طبعا هو يا ربنا يعينه اصلا على الوضع اللي هو فيه بره. لكن النوعيه دي من الناس لو بتعمل فلوس بيعرف يحوش كويس جدا، وخصوصا لما شحمه الودان هنا تكون كبيره مع اللي هي الودان اللي بالمنظر ده، لانه بيعمل فلوس في الحاله دي وبيعرف يحوش. طيب في ايه تاني موجود عند وائل غنيم؟ يعني الحواجب عنده تعتبر من الجنب كده نازله شويه، فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه شخص منظم. والنظام هنا زي ما اتفقنا بيختلف من شخص لشخص، يعني مش معنى ان انا شخص منظم فبالتالي لازم تلاقيني مرتب، يعني لا، كل واحد ليه نظامه الخاص اللي بيختلف عن اي شخص تاني. ولكن وائل فيه ميزة في الشخصية الجديدة دي، ان الحاجب بتاعه لو ركزت فيه هتلاقيه كثيف عن الحاجب اللي في الشخصية الاولانية. في الشخصية الاولانية هتلاقي الحاجب يعني في حتت كده مش كاملة في الحواجب، دلوقتي الحاجب بتاعه بقى كثيف، فبالتالي هو دلوقتي بقى شخصية قوية جدا. فشخصية قوية مع حتة ان هو بينتهز الفرص، مع الجبهة الضيقة، مع التفسير ده كله اللي احنا قلناه، ده يخليه فعلا مع الصراحة الزيادة اللي احنا قلناها، ده يخليه فعلا ان هو يقدر يغلط في اي حد، خصوصا ان هو عايش في دولة حرة زي امريكا او كندا، انا معرفش هو عايش فين بالظبط، غير يعني هو لو عايش في مصر مش هيعمل فيديوهات بالطريقة دي. النقطة التانية ان هو بيتصيد لاي حد خطأ ويروح مديله، ده كنوع من استغلال الفرص او اقتناص الفرص علشان يشتغل والقناة بتاعته كفيديوهات تجيب اعلانات وتعمل فلوس، وده وضع طبيعي يعني انا شايف ان هو ما يضرش اي حد في اي حاجة. فكرة بقى الغلط والشتايم والطريقة دي، هو كتفكير عالي شوية وشخص مثقف شايف نوعيات من الناس على اليوتيوب او على التلفزيون او واتيفر، يعني بتعرف ان هي تؤثر على ناس كتيرة جدا وبتعرف ان هي تتحكم فيهم، فبالتالي النوعية دي صعب جدا تقبل الفكر ده اللي بيحصل. فبالتالي بسبب الصراحة بتاعته وبسبب شخصيته القوية وانتهاز الفرص، فبالتالي هو بيروح مديهم على دماغهم. طيب انا تعقيبي على الفيديو بتاع محمد حسين يعقوب، انا ما تفرقش معايا الشيخ الفلاني كويس او الشيخ الفلاني وحش، الحمد لله انا عارف ديني وعارف كويس جدا تحليل الشيوخ، يعني حتى في ناس كتيرة جدا طلبت مني ان انا احلل الشيوخ وانا برفض ده تماما. بس الفكرة في ايه؟ معلش يا وائل، يعني لو انت بتتفرج عليا على الفيديو ده، او يعني حد بقى يكتب له الحتة دي في كومنت مثلا في علم النفس، وانا متأكد ان وائل غنيم عارف المعلومة دي بس هو يمكن ما خدش باله منها وهو بيشتم على الشيخ محمد حسين يعقوب. في علم النفس لو في شخص عنده مبادئ وانا عايز اوقع له المبادئ كلها اللي موجودة عنده، بشوف ايه الرمز اللي هو خد منه المبادئ دي وبوقع له الرمز ده، فبالتالي المبادئ كلها بتقع مره واحده. وائل غنيم اتكلم على الشيخ محمد حسين يعقوب، انا معرفش هو اتكلم على مشايخ تاني قبل كده ولا لا. الفكره ان حتى لو الشيخ ده غلطان، فكره ان انت توقعه بجميع، يعني اقول لكم على حاجه، الشيخ محمد حسين يعقوب من اشهر الشرايط اللي عملها تارك الصلاه. الشريط ده اثر في ناس كتيره جدا ما كانتش بتصلي وابتدت تصلي بسبب الشريط ده. ممكن وقعت الشيخ محمد حسين يعقوب كرمز قدام بعض الناس مش كلهم، ده ممكن ان هو يخليه ما يصليش، انت فاهم الفكرة؟ ايوه، يعني انا عارف ان الشيخ الفلاني اللي عمال يقول قال الله وقال الرسول وحش، ما انا لازم افضحه قدام الناس. حاضر، بس حاول وضح النقطة اللي انا بتكلم فيها دي، لان انا متأكد ان شخص مثقف زيك عارفها، فحاول خلي الناس تفصل بين دي وتفصل بين دي، انت فاهم الفكرة؟
بس انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. وانا اسف ان انا ما كنتش بشرح على الصوره، بس زي ما قلت لكم انا بحب احترم جدا اي شخص انا بحلله، خصوصا ان انا مش واخد اذنه يعني. وبس، سلام.